تتوالى الاشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الاخر في هذه الانطلاقات والتحديات الرائعه. الشوط التاسع من الانطلاق منذ لحظات وهو شوط خاص بالفطامين البكار، انطلاقه سليمه ورائعه كما يتمناها الجميع. نبحر بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط مع هذا السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. ضجة من انطلقت بالصدارة، راشد بن محمد بن سعيد الخاطري من قاد المجموعة منذ البداية ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني أرهني الشاهينية، مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي، ولكن التحديات من الجانب الآخر، من الجانب الآخر مياسة أحمد بن عبد الله بن مبارك الاكتبي، والانطلاق من مزيونة لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا مع المركز الرابع الكوكب الرباعية على مقدمة هذا الشوط. وضجة، ضجة من سببت الضجة مع انطلاقتها المتميزة راشد بن محمد بن سعيد الخاطري، ولكن خلي بالك الخاطري أرى الهجوم مكثف والتحديات رائعة في هذا المساء الجميل، وأرى هني مزيونة تتسلل مع المركز الثاني، شعار محمود بن حبيب بن محمد الرضا مع المركز الثاني، المركز الثالث الشاينية مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي، والتحديات القادمة من الجهرة لأحمد بن محمد بالكراز المهيري، من يتابع انطلاقة الجهرة مع المركز الرابع. تحدياتنا مستمرة، انطلاقاتنا رائعة، وضجة، ضجة على رأس الحرب منذ البداية تقود هذه الجموع. يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن مزيونة، مزيونة تتسلل تنطلق بالصدارة اللحظات الأخيرة الكوكب الرباعية، وجولة الأوامر، جولة الأوامر النهائية. ما شاء الله تبارك الله، الاداء متميز. نتابع الشاينية مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي، وارى مزيونة، مزيونة صامدة، مزيونة صامدة. الشاهينية تتسلل في اللحظات الاخيرة، اللحظات الاخيرة. الشاهينية، الشاهينية، سلام مرغم، سلام تارين لمطر بن نصيب المركز الثاني، اتصل فيه مزيونة لمحمود بن حبيب الرضا المركز الثالث. المركز الثالث لأحمد بن محمد بن كرازة المهيري. هذه النتيجة، نعود بالتهنئة لمطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي على فوز الشاهينية بالمركز الأول.